ابتداء من غدا كل شيء غيسد مع الجوج. ديزاكتيفيو الصوت الله يطول عمركم. شكرا. سوريا ما كنسمعكش. نعم شكرا على التنبيه. نعيد التذكير دائما أن من ليست له مداخلة فليبقي على وضع الصامت، ثم نواصل النقاش أو الأسئلة التي كان يتوجه بها المامون إلى الضيوف. مرحبا بتتمة الأسئلة، بعده سأخذ إبراهيم. إذن أستاذة توريا، ربما باش نخليو الباقي الأصدقاء يطرحوا الأسئلة ديالهم، أكتفي بهذا القدر. شكرا شكرا جزيلا. شكرا على تفاعلك. شكرا إبراهيم. أيت العقيد تفضل. الصوت لو سمحت أزيل الوضع الصامت لكي نسمعك. لا نسمعك لحد الآن. لا، ما زال مشكل الصوت قائما. سي إبراهيم لا نسمعك، يبدو أن هناك مشكلا في الصوت. دابا كتسمعيني يا توريا؟ نسمعك بشكل جيد. نعم جميل جميل جميل. كما قلت شكرا، شكرا للجميع للمداخلات القيمة. شكرا للأصدقاء والزملاء خريجي صوت الشباب المتوسط. شكرا لكم، شكرا للأستاذ غزلان ولثريا والجميع. يعني المداخلة ديالي غتكون مجموعة من الأسئلة ومجموعة من ملاحظات المتداخلين. المداخلة الأولى بالنسبة للأستاذة ابتسام عزاوي نائبة البرلمانية، أشارت في البداية بأن الأولويات الآن ليست واضحة بخصوص ما بعد كورونا. أنا أقول وأعتقد أن الأولويات قبل كورونا وفي ظل كورونا وبعد كورونا تبقى أولويات، يعني لا تتغير. الأساس هنا والمشكل يكمن في أن هذه الأولويات لم تؤخذ بعين الاعتبار منذ البداية. نتحدث عن التعليم عن بعد الآن والتي جاءت كسياسة، يعني حتى الأساتذة لم يكونوا واعون بها. يعني كيف تأتي بسياسة لأساتذة غير مكونين غير مؤهلين عندما يتعلق الأمر بالآي سي سي، يعني باستعمال التكنولوجيا ووسائل الحديثة في أغراض ديال التعلم والتربية والتكوين؟ هذا إشكال. كذلك الأولويات بخصوص البحث العلمي، من ينكر بأن البحث العلمي له مقدار وله يعني أهمية بالغة في تقدم أي دولة كما بغت تكون. الفكرة الثانية التي أشرت إليها السيدة أن كل مشكل ديال المداخلة الثانية أعتذر ديال السيدة رقية شمال التي قالت بأن الآن هناك تأثير على علاقة الشباب بالأسرة وأن هناك إعادة تجديد الثقة في المؤسسات. أنا أرى في الأصل أن ما يقوم به الشباب الآن من مبادرة سواء كانت فردية أو جماعية هي رد فعل وليست فعل، هي فقط رد فعل من حب للمواطنة ومن حب للوطن ومن الاهتمام الذي يحمله الشباب والمسؤولية التي يحملونها على عاتقهم. يرون أنه لا يلزمهم أن يقدموا شيئا لوطنهم، أما أن يكون فعلا في الأساس قصد يعني تجديد الثقة في المؤسسات فهو أمر أستبعده، لأن المؤسسات هي الآن تقوم بدورها. ربما يظهر لنا بأن المؤسسات في المغرب الآن الصحة، التعليم وكل ما والسلطات يعني الداخلية كلها تقوم بمهامها المنوطة بها وفقط،
أما الثقة في الأساس فهنا تكمن النية، نية هذه المؤسسات في تغيير ما يمكن تغييره والسير قدما بعجلة هذا الوطن. يعني هناك مداخلات عديدة صراحة أريد الإشارة إليها، كذلك المداخلة الثالثة للأستاذ عادل بن قاسم، والذي قال بأن الغد سيصنعه الشباب. أنا أقول بماذا سيصنع الشباب الغد؟ بماذا وكيف؟ الشباب لا يمكن أن ينتج من لا شيء، لا يمكن. شباب غير مؤهل لا تعليميا ولا أكاديميا، شباب لا يستفيد من الرعاية الطبية، شباب لا زال يعاني من نسب البطالة المرتفعة، شباب يشتغل في قطع غير مهيكل، يعني يحارب ويقاتل فقط من أجل قوته اليومي، شباب مياوم، يعني شباب لا يعرف حتى مستقبله، هيئة مستقبله كيف ستكون. شباب يفتقد لتصور كيف يمكن للمؤسسات أن تنتج بحد ذاتها. وأنا أرى من جهة أخرى، يعني يسلط الضوء على شيء آخر، أن الشباب يعني فئات عريضة من الشباب المغربي تفتقد الوعي، يعني ليس لديها وعي بأهمية القضايا الوطنية كالتعليم والصحة. سترى فقط من خلال مداخلات بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي أنها مداخلات كلها سلبية، مداخلات تشير إلى أن الشباب لا يعرفون كيف يواجهون المشاكل التي قد تظهر في أي لحظة، وترى أنهم يعني يلومون جهات وأطراف لا حول لها ولا قوة. نأخذ بعين الاعتبار الأساتذة مثلا، هناك مداخلات منذ أيام خصوص بعض ربما بعض الأخطاء التي قد يقوم بها الأساتذة أثناء شرحهم للدروس للتلاميذ على يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، فتجد مجموعة من الشباب يهاجمون على هؤلاء الأساتذة كأن الأمر يقتضي ذلك. نحن في حاجة الآن إلى إيجابية، نحتاج إلى طاقة إيجابية نمدها لهذه الأساتذة الذين يشتغلون ليل نهار من أجل هؤلاء التلاميذ، وهم أصلاً يفتقدون للضروريات والحاجيات الأساسية لتقديم هذه الدروس. أنا أتفق مع أستاذ محمد مصباح الذي قال بأن ما نحتاجه الآن استثمار في الرأسمال البشري، أنا أتفق كل الاتفاق، لأن صراحة ما نحتاجه هو تأهيل الشباب المغربي وتقويمه وإعطائه جميع يعني الحاجيات الضرورية للسير قدما بهذا الوطن. شكرا. سهل الوقت لا انتهى الوقت. شكرا لك إبراهيم. سنعيد فتح باب النقاش مجددا، لكن الآن أترك للعناصر خريجي صوت شباب متوسط الذين لم يتدخلوا بعد الكلمة لطه مجاهد، تفضل. مرحبا جميعا. مرحبا، تسمعوني؟ طه أسمعك. جميل، إذن مرحبا جميعا، مساءكم طيب، عسى الجميع بخير وعلى خير إن شاء الله. فرصة سعيدة جدا أن نتحدث من خلال هذه المنصة لمناقشة أمر هام يهمنا جميعا، وماذا يقال بعد كل الذي قيل. صراحة وجدت نفسي في كل المداخلات التي قيلت من زاويتنا ومن أخرى، لكن دعوني أن أقول بأن جائحة كورونا ببلادنا أو في العالم رب ضرة نافعة. واش كتسمعوني؟ حيت كنظن عندي مشكل. تسمعوني دابا مزيان؟ طاحت تفضل. أعتقد لأن جائحة كورونا ستعيد ربما يعني تغيير الأوضاع، ماشي فقط في الوطن ديالنا العزيز وإنما في العالم كامل، لأنه هو درس ويجب أن نستخلصه جميعا، سواء كأفراد، جماعات، أحزاب، هيئات، دولة، شعبا، حكومة، كل شيء غادي يستخلص هذا الدرس هذا لنعيد ترتيب الأولويات الهامة في المجتمع التي سبق أن ذكرت، وهي التعليم والصحة، والتي ربما تمثل يعني دعوني أقول كرامة دولة. إذا كانت كنا ككرامة إنسان أو كرامة مواطن، فكرامة الدولة هي الصحة
والتعليم وربما بعض القطاعات الأخرى. للأسف العميق والكبير والشديد هو أنه في المغرب القطاع ديال الصحة يعاني بشكل كبير، يعاني بشكل كبير لا من ناحية الميزانية لا من ناحية الموارد البشرية واللي هو العنصر الهام جدا، لا من ناحية البنيات التحتية الصحية. أعتقد على أن الميزانية، كنتظر الإخوة ذوي المعلومة على أن ميزانية الصحة في 2020 لا تتجاوز 18 مليار ديال الدرهم، واللي تقريبا 10 مليار ديال الدرهم منها كتمشي فقط في أجور ديال الموظفين ديال القطاع ديال الصحة، في حين أن كتبقى واحد 8-7 مليار فقط المعدة للاستثمار، واللي الأغلب ديالها كيمشي في بناء يعني البنية التحتية الصحية أو لا شراء المستلزمات، شراء المستلزمات الطبية. وبالتالي أرى لأنه يجب الرفع من 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 ميزانية الصحة بشكل تدريج بشكل مدرج بما يضر طبعا بالاقتصاد الوطني. أمر سريعا إلى قضية ديال 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 التعليم. أكيد لأن ربما في غفلة من العالم جعل أنه يكون حالة من ارتباك وحالة من ارتجال قطاع التعليم، أنه ينتقل من التعليم أو التدريس من تدريس حضور إلى تدريس عن بعد، خلق نوعا من الارتباك مش فقط عند التلاميذ أو الطلبة بل أيضا عند هيئة التدريس اللي ربما لا يتعاملون بشكل مطلوب مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أو الوسائل التكنولوجية الحديثة واللي خلق مشكل، زي على ربما مشاكل الانترنت ومشاكل الوصول الى الاجهزه اللوحيه وغيرها ربما كتعرف كنعرفوها كاملين. هنا يعني غنأكد على نقطه هامه ودائما تنقلها اللي هو الاستثمار في الانسان. للاسف ان البلاد ديالنا للاسف لا تتجه وما عندناش الاستراتيجيه ديال ان الاستثمار في العنصر البشري، وغالبا الاستثمار كيكون في حاجات اخرى، لانه ربما مازال ما وصلناش لهذا المستوى، كان يجب التفكير من الآن أنه يتم الاستثمار في العنصر البشري لأنه هو المحور ديال هذا الكون، هو القادر على أنه ربما يفك لنا مثلا هذه الأزمات أو هذه المشاكل التي نتخبط فيها جميعا. ثم علاش ما تكونش هناك يعني تفكير مستقبلا في إنشاء هيئة وطنية ربما تكون عندها شي صيغة قانونية معينة باش تكون هناك هيئة أو مؤسسة تعنى بإدارة الطوارئ والأزمات في البلاد. هذه القضية هذه تنظن كاينة في دول الخليج، كنظن قطر والإمارات عندهم هذه الهيئات هذو، هي على طول سنة أو لا يعني دائمة، ماشي فقط الهدف الخدمة ديالها خلال الأزمات بل أيضا العمل ديالها هو استباق الأزمات. بما أننا في المغرب ربما نحمد الله على أن الأزمات أو لا الكوارث ربما احنا مستبعدين عليها بشكل كبير، ولكن هناك ازمات ربما قد نقع فيها في المستقبل القريب، واخص بالذكر مشكله الماء. عندنا مشكله الماء غنلقى واحد المشكل سواء من دابا 10 سنين او لا 20 او لا عام، خصوصا ان الاقتصاد ديالنا كيعتمد بشكل كبير على الفلاحه، والفلاحه خصها تكون تسقى، وبالتالي هناك تهديدات كتهددنا جميعا، يجب التفكير ربما على انه تكون هناك مؤسسات او لا فرع من مؤسسة معينة تعنى بإدارة هذه الأزمات هذه. شكرا طه، انتهى الوقت. عندي سؤال بسيط جدا ربما به غادي نختم المداخلة ديالي، اللي هو واحد الصندوق انا كنظن كنتوجه غتكون ربما ادرى به الاستاذ ابتسام بحكم انها نائبة برلمانية كتشتغل في مجال التشريع. هو مآل واحد الصندوق سمي بصندوق الكوارث، وكيتم الاستخلاص في 2020 قبل أزمة الكورونا، ولكن ما سمعناش ليه حديث ربما حاليا. كان كيستخلصوا الفلوس ديالو من الناس ديال التأمين ديال السيارات. لا نسمعك بشكل جيد، السؤال غير مسموع. شكرا. تسمعني دابا؟ واش كتسمعوني؟ نسمعك نعم، تفضل. السؤال ديالي هو ما مآل صندوق تدبير الكوارث؟ اها تفضل، اعد السؤال. واحد الصندوق تم احداثه مؤخرا، كيتم خاص بالصندوق ديال التدبير او التعاون او التضامن على الكوارث، وكيخلصوه الناس اللي تيستعملوا وسائل ديال التنقل الحجوج ما غير اداري، والمآل ديالو وما هو موقعه من هذه الجائحه ديال الكورونا في البلاد. وشكرا شكرا على هذا اللي كتقوم بها سواء الحكومه او لا
المؤسسات التابعة لها أو لا حتى المواطنين. طه شكرا لك على هذا التدخل، لقد استنفدت الوقت الكامل مع بعض يعني الثواني. أتيح الكلمة للأستاذة فاطمة السكاك، تفضلي بسؤال أو ملاحظة. ألو تسمعوني؟ تفضلي أستاذة نسمعك. نعم نسمعك بشكل جيد. أولا مساء الخير مرة ثانية، أتقدم بشكر جزيل للمجلس البريطاني على لو سمحتي إبعاد الميكرو عن فمك حتى يتسنى لنا سماعك بشكل جيد لأن ذلك مشوش على السادة الحضور، وشكرا لك. حاضر حاضر. إذن قلت تحية مجددة للمشاركين إناث وذكور، أتقدم بشكر جزيل للمجلس البريطاني على تنظيمه هذه المنصات وعلى تتبعها وعلى المجهودات المبذولة في شخص السيد المدير ديالو هو الأخت غزلان. كما أتقدم بالتحية للصديقة رقية والصديق ياسين. أنا بحقيقة ما عندي سؤال، ولكن بغيت نشارك معكم غير في واحد النقطة اللي هي شفتها أنها مهمة. فعلا كلنا تنقلوا على أن الشباب لم يؤثر، الشباب لم يهيئ بالنسبة لمجموعة من الكوارث ولا، ولكن يعني رغم ذلك ورغم أن هاد الوضعية اللي صبحت كتهدد السلامة البشرية ديالنا والصحية، لاحظنا على أن هاد الشباب برهن على مجموعة من الكفاءات والقدرات والمساهمات والتضحيات بطبيعة الحال اللي هو تمكن منها وعلى حسب الإمكانيات دياله والمعرفة دياله، مثلا في الابتكار، مثلا في التطوع، مثلا في التحدي، مثلا في التوعية الاجتماعية. بالتالي أنا اللي بغيت نقول للشباب وهنا كنوه بهم وكان نشكرهم جزيل الشكر على المهام اللي قاموا بها وعلى المجهودات اللي بذلوها، رغم أنهم لم يخضعوا لأي تأطير ولا لأي تكوين ولا لأي تتبع ولا لأي شيء إن كان. أنه هناك يبان على أن كل ما أعطينا الفرصة للشباب وكل ما أعطيناهم ثقة في نفسهم وكل ما خليناهم يبدعوا يعملوا كنلقاوهم واجدين وكنلقاوهم جاهزين. فقط شنو اللي كيبقى لنا غير أنهم نتبعهم، أن نواكبوا معهم وأننا ندعمهم وأننا ننوه بهم ونحفزهم. بالتالي نكون على يقين على أن يعني ما بعد الكورونا ستكون يعني دروس كثيرة اللي غيمكننا نستفدوا منها واللي قالوها الإخوان، وهي استراتيجية اللي خصها الدولة تنزلها باش أنها تواجه الظروف اللي هي كتكون بحال هاد الأزمات اللي توقع فيها البلاد.